نبتدي بترند الاهلي ونشوف اهم ترندات الاهلي النهارده ايه على السوشيال ميديا. الحساب الرسمي للنادي الاهلي النهارده على تويتر كتبوا انها تقترب ابطالنا في نهائي افريقيا للمره ال 13 في تاريخ النادي الاهلي. ده امر مهم جدا واحصائيه من ضمن الاحصائيات الكتيره والارقام القياسيه الكتيره اللي حققها النادي الاهلي هذا الموسم في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن بما اننا بنتكلم عن مباراه نهائيه ومدى اهميه هذه المباراه طبعا لان هي مباراه بطوله، فخلينا نطمن جمهور النادي الاهلي على بعض اللاعبين وخصوصا الاصابات. فكنت اتكلمت مع حضرتك على الشناوي، الشناوي سليم ما فيش اي مشكله، وخروجه من المباراه امبارح كان مجرد اجراء احترازي. فيما يتعلق بعلي معلول، علي معلول كان ممكن جدا ان هو يلعب امبارح لكن بسبب ثقل خفيف قوي في العضله الخلفيه فضل الجهاز الفني اراحته، وهيكون متاح في مباراه طلائع الجيش وبطوله الدوري يوم 31، وايضا هيكون متاح في المباراه النهائيه يوم 6 باذن الله تعالى. مش شرط ابدا ان هو يلعب مباراه طلائع الجيش، هيكون على حسب برضو الرؤيه الفنيه لمستر موسيماني. رامي ربيعه ايضا على وشك العوده للتدريبات الجماعيه مع الفريق، فالامور بالنسبه للنادي الاهلي جيده جدا قبل المباراه النهائيه، وهي المباراه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي. لكن انا اللي يهمني تعامل مستر موسيماني مع اللاعبين نفسيا، فبالتالي انا عايز اعرض لحضراتكم لقطه مهمه جدا لموسيماني مع صلاح جمعه لاعب النادي الاهلي. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها هي دي، هي اللي ورا دي، اللقطات دي من غرف خلع ملابس النادي الاهلي بالامس عقب المباراه وعقب فوز النادي الاهلي. صالح جمعه كان خارج قائمه المباراه، هو طبعا مقيد افريقيا، لكن بص تعامل مستر موسيماني مع اللاعب نفسيا ازاي. ده ان دل يدل ان الراجل نفسيا بيتعامل مع اللاعبين كويس، فبالتالي هياخد منهم احسن مستوى ممكن يكون بيتوقعه. فالجزئيه دي اللي كانت ممكن بتنقص مستر فايلر مع النادي الاهلي رغم كفاءته الفنيه طبعا اللي احنا معترفين بيها. فبالتالي كلها امور مهمه ان شاء الله. الهدف في الاخر يكون الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، الهدف لسه ما اتحققش، فبالتالي لسه مركزين مع الفرقه وان شاء الله يكونوا موفقين خلال الفتره اللي جايه.